طيب ناخد الاتصال اللي بعده. الحاجة زينة، السلام عليكم. عليك السلام يا ابني. عليك السلام ورحمة الله عليكم السلام وبركاته. ورحمة الله، أهلا يا ست زينة، مرحبا. أيوه أنا عندي سكر بقالي 16 سنة يا دكتور. نعم. سكر وضغط بقالي 16 سنة، أنا من أسوان بس أنا قاعدة في اسكندرية على كلام لغة أسوان. ماشي. أيوه وبعدين أنا عندي ضغط. أوكي. ألو. أنا معاكي، كملي اتفضلي، ما أنا بهز أيوه. راسي أهو. وعندي ضغط وعاملة دعامتين في قلبي من السكر. إيه؟ دعامة في قلبي من دعامة. السكر. طيب ألف سلامة. الله يسلمك، ماشي على ده يعني علاجي للألم، بس دلوقتي رجلي بتوجعني قوي مني. حضرتك في حرقان وتنميل ولا حرقان بس؟ لا فيه وجع مش وجع حرقان. زي، لا زي النار ولا زي المية السخنة؟ ايوه زي الرجل على طول سخنة. سخنة من بطن الرجل ولا من ظهرها؟ لا من فوق، من فوق الركبة. من فوق الركبة ايوه يعني، تحت الركبة مفيش حاجة سليمة؟ لا الحمد لله مفيش حاجة. لا ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ لا ناحية واحدة. بالها قد ايه؟ الشمال بالها قد ايه الحكاية دي؟ الشمال بقى شهرين وانا بحاول اتصل بيكم زي الحاجة اللي قالت لك وبيديني على طول مشغول. طيب ما احنا يا ست الكل بنعمل يوم على الفيسبوك باسم، اكتبي بس ما حضرتك. بعرفش يا ابني، انا واحدة ست كبيرة ما بعرفش الحاجات دي. طب نعمل ايه بقى احنا؟ قولي لي. طب اقول لسيادتك بقى دلوقتي، احنا هناخد دواء رخيص قوي. وعندي بنتي عندها ورم في رجليها من الدوالي. لا بس خلينا فيك انت الاول، انت حضرتك سكرك مظبوط، الصايم كويس وبعد الاكل بساعتين كويس؟ لا كان 350. طب ما هو ده في حد ذاته لازم يتظبط، بتاخدي علاج قليل السكر عشان اظبطه لك بالمره. والفاطر 300 600 300 الصايم اكتر. يعني صايم كام؟ 350 مع التاني 300. وزنك كام كيلو يا فندم؟ وزنك كام؟ ووزني 58 رفيع خالص. بتاخدي علاج ايه طيب؟ باخد ده مكرون. لا مش هينفعك الدايماكرون، لو احنا عايزين نصلحك بسرعه يعني انا ممكن احاول معاك بحاجه تانية غير الدايماكرون، بس انا افضل لو حضرتك تاخدي انسولين هتحسني قوي والتحسن هيبقى سريع. تحب ايه؟ والانسولين يا دكتور بوجعني عشان ما باكلش. لا ما انت لازم تاكلي عشان وزن حضرتك 58 كيلو، عاوزينك تبقى 65 عشان والله كنت 65 بقت 58. لا ما هو ده معناها ان جسمك ما فيهوش انسولين خالص ولحمك بيسلي، عارفه اما الانسولين بيقل من الجسم اللحم بتاعك بيسلي وده غلط لان العضلات هتضمر. فاحنا هنرجع هناخد الميكس طرد ده، دواء رخيص وانسولين رخيص، وخليك على نفس علاجك، هتاخدي 25 وحده قبل الغداء كل يوم لحد ما نشوف النتيجه هتبقى ايه. طب اقفلي حضرتك وانا هكمل. شكرا شكرا حاجه جزيلا. بالنسبه لالم رجليها اللي هو بقاله شهرين ده، احنا هنجرب حاجه مؤقتا اسمها بروفين. تمام. 400 مللي جرام حبايه بعد الغداء يوميا لمده 15 يوم، هتخف ان شاء الله. ان شاء الله.